تنعت فيه بعد ذلك. كرة ملعوبة إلى دانيال. دانيال جومو يلعب الكرة من الجهة اليسار إلى غارسيا. غارسيا حولي عندي ممتاز غارسيا. يا سلام يا سلام، غارسيا يسجل الهدف. أهب يتهيأ متفائل، وركلة الجزاء موجودة لمصلحة الغرافة. الجزم يطلب من اللاعبين عدم الدخول لمنطقة الجزاء إلا بعد التنفيذ. فلاديمير فايس تقدم والتعادل. الغرافة يعود، الغرافة يعود، ما هي إلا دقائق ليعود الغرافة وتعود الفهوم إلى مصلحة الغرافة. يعني مانشستر يونايتد مثلا جاب كل المدربين اللي يطرى في بالك، ما تحسن الحال. الكرة ملعوبة للغرافة، مرتدة. الله جينكو يلعبها على طول باتجاه غارسيا. غارسيا إلى أحمد علاء. أحمد علاء في تمريرة ممتازة، الكرة ملعوبة إلى غارسيا. غارسيا يحاول يعدي. غارسيا ممتاز. غارسيا 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 غارسيا، ليلة الإسبان. الله الله الله. على الجهة اليمين الكرة لأقصى الجهة اليمنى لمصلحة نادي الغرافة. انطلاقة ومرور، والكرة ممتازة في الجهة اليمين عرضية. أوه.